السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب بحلقة جديدة من برنامجكم على الماشي اللي يجيكم عبر شاشة الفرات الفضائية. حلقة اليوم راح تكون حلقة مختلفة تماما، أكيد بين أهلنا وناسنا بقلب العاصمة بغداد بشارع فلسطين. عندنا جوائز هواية ومفاجآت هواية، حتى تعرفون تفاصيل هاي الحلقة تعالوا ياي. يلا السلام عليكم. تشوفون التواضع بالسياره وجيت بالتكتك كذي، ما عندي سياره. العالم شاليها. انا اسف على التاخير، زميلي المخرج اسف على التاخير، زملائي المصورين، اقدم لكم رزاق ابو التكتك. مساء الخير رزاق. شلونك؟ شلون اخبارك؟ شلون صح؟ الله يعزك. زين؟ الله يسلمك في الوقت قبلك. رزاق ايش قد عمرك؟ 30 سنه. 30 العمر كله ان شاء الله يا ربي. صار لك ايش قد تشتغل بالتكتك؟ صار لي تقريبا سنتين ثلاثه ماكو شغل، وانا اروح اشتغلت بالتكتك. اي والله. زين. خليني احكي بموضوع تخص التيك توك والشارع العام. رزاق انت من يعني من الناس اللي ملتزمين بالاشارات المروريه وبالتطبيقات. لازم لازم اصلا بالمدينه، بيتنا بالمدينه، فبالاشارات انا اطبق حال العالم، فلازم اطبق يعني على مود نسوي قانون، نسوي يصير عندنا حريه. اي طابق 24 ساعه. يعني اكو وايد التكاتك يعني هيك يزعقون ويسوون حركات ممكن ياذون الشارع. يسوون ما يريد يعيش، يعني صار ابسط اصدقائي شادين مسجل وحارقين الدنيا حرق، انا ما شد مسجل، اقول ارد اعيش، ارد اكون عائله، اكون اسره، هيك يعني. فهم لا قلبين الدنيا قلب، لا صار شوف جاي اعيش الحمد لله والشكر. الله يوفقك يا رب رزاق ان شاء الله ويرزقك يا ربي. زين، احنا موضوع حلقه اليوم من برنامج على الماشي نحكي به عن السلام ورحمه الله وسلم، نحكي به عن الاهتمام الزايد بالمظهر. زين اوكي اوكي. تحس حياتنا صارت عباره عن مظهر، يعني شلون تشوف الموضوع؟ يعني الموضوع انه يعني شوفه شكل وداخله شكل، يعني شوفه هو مبدل وكاشخ بس ما تدري شنو بباطنه يعني. ها شوف بعدين شوف القباحه مال قلبه، فاحنا ما لنا دخل بالعالم. صدق تشوفه لابس وكاشخ بس هو مو حقيقي. هو مو حقيقي، كذب يعني. على قولته هنا يقولون كذب. اي والله العظيم داعت مصطفى. ما مقدم خدمه لا لروحه ولا للمجتمع. لا 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 كل شيء ما مسوي. بس على قولته بس اسمك رجل عن وحشت اللي. اي والله داعت مصطفى، فايش يسوي لهم؟ احنا مو الكل، اكيد مو الكل، واحنا اصلا مو ضد العالم اللي تلبس وتكون انيقه، لا. احنا نقصد اكو 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 ناس صاروا كفرات. حسه كفر كاشخ ومبدل وعلى قولته انه مزلغ روحه، بس هو ما مقدم يعني ما مقدم شيء لا لروحه ولا لمستقبله ولا للمجتمع، يعني لا المجتمع مستفاد منه ولا حتى بلدي. حتى اهله ما مستفاد منه. اي والله بس اسمه مبدل، مو جاي اقول لك بس اسمه رجل عن وحشتني، حتى اهله ما مستفاد منه. رزاق بس اطلع للشغل؟ اطلع ب 12 الظهر. 12 الظهر؟ ليش؟ ارجع بالثنتين بالليل. يعني ليش تطلع ب 12؟ انام ما اعرف، انام متاخر، انام بثلاثه يعني بس اقعد، انا انام بثلاثه، اجيب الثنتين للبيت، انام بثلاثه بين ما اسبح وهاي، انام بثلاثه، زين بس اطلع للشغل اذا انام بثلاثه. الله يوفقك ان شاء الله يا ربي. رزاق الحلو بيك انت يعني شاب حقيقي وطالع بالتيك توك على مود توفر قوت يومك. يعني ادعي ربي سبحانه وتعالى انه يوفقك ويرزقك. كلمه اخيره ونصيحه اخيره توجهها لكل الشباب اللي يشاهدوننا، شو تقول لهم؟ والله هي النصيحه للكل انه لا تهتم بمظهرك، اهتم بقلبك. وباو على الناس البسطاء، باو على البسطاء، ترى البسطاء يعني من يشوفون بالعين الصغير، ترى البسيط كبير يلا عند رب العالمين. فلا تباعون عليهم بالعين الصغيره، بس انا اقول دائما المصطلح احبه دائما. انه باو على البسيط بعين الكبير، لا تباعوا عليه بالعين الصغيره. تدري شنو الحلو بك رزاق؟ انت كلش بسيط. ما يزكي الانفس الا الله. بس انت كلش بسيط، اريد الله يوفقك ويرزقك. هذه هديه بسيطه مقدمه من شاشه الفرات الفضائيه. ان شاء الله يا رب يعني تشد يومك. شكرا جزيلا، انا اللي اشكرك، ممنون. حبيبي مصطفى اموت علي، تحياتي والكادر، تحياتي. شكرا.
شلونك؟ اهلا وسهلا بك. شلونك صح؟ الحمد لله. اسم بالخير؟ قاسم. هلا بقاسم، وين بيتكم؟ بالحرية. تشتغل بشارع فلسطين؟ بالضبط. صار لك قد هنا تشتغل؟ سنة وشوية. سنة وشهرين هيك. سمعت التخريج؟ لا والله حاليا بعدنا طالب. قرار حاليا قانون. طالب قانون؟ وين؟ بالجامعة المامون، كلية تجمل، كلية المامون الجامعة. الله يوفقك ان شاء الله يا رب وتتخرج ونشوفك واحد مهم بالمجتمع. احنا برنامج على الماشي من شاشة الفرات الفضائية. محور حلقة اليوم نحكي فيه عن الاهتمام الزايد بالمظهر. تعرف يعني اكو يعني خلينا نقول صار اهتمام زايد بالمظهر او مبالغ بالمظهر، بدينا ننسى يعني عاداتنا، تقاليدنا، ثقافتنا. برايك شنو السبب وليش؟ السبب عدم الاهتمام بالعلم، عدم الاهتمام باشياء اخرى مثل الاطلاع، عدم التواصل، عدم الدراسة، ترك الدراسة اصلا هذا موضوع منتهي منه. هذا واحد يكفي بانه ينهي كل شيء. العادات والتقاليد، من ضمن العادات والتقاليد العلم، من ضمن العادات والتقاليد الاطلاع، الفهم، هذا كله محوه شالوه، ظل عندهم المظهر. صار هسه حاليا بهالوقت المظهر هو كل شيء بالحياة. مظهرك زين انت زين وكل زين بالمجتمع وراك. لا والله مظهرك مو زين انت اسفل شيء بالمجتمع. يعني عذرا عن هيجي كلمة، بس هو هذا صار الواقع. المفروض هذا الشيء يرجع من خلال الاهل، من خلال المدارس، الجامعات، التوعية من الدولة، تزيد العلم، الثقافة، الحث عليهن من الاهل قبل ما يكون من المدرسة والجامعة وما شابه ذلك. فلازم يعني تبدأ المبادرة من الاهل ثم المدارس ثم الدولة. يعني برأيك شنو العوامل اللي ممكن تساعد على انه يابا تعالوا رجعوا، ترى المظهر بدا ياخذ من يمنا هواي اشياء، بدا يفقد يعني يخلينا نفقد هويتنا، اصالتنا، حتى يعني بدينا نفقد حتى ناسنا. ممكن انت ما تقدر تتواصل حتى ويا اهلك، يعني لا تسمع اهلك، لا تسمع اهلك ايش يردون، لا تاخذ وتطلب اراء ويا اهلك 24 ساعه، يا الموضه يا الملابس يا الازياء. مو بالضبط، يعني المفروض اول شيء تبدا من الاهل. الاهل لابد ان يحثون اولادهم على العلم، على الثقافه، على الوعي، على الفكر، على الاشياء الاخرى مثل التواصل ويا الاهل، ما سمع معلومه من غيرك، فهم مقابلك شلون يريد يحكي وياك او شلون يريد يوصل لك معلومه. الاستفاده من الكون من كل شيء، مو من جانب واحد اللي هو الازياء او ما زياء، لا، الاستفاده من جميع النواحي. وثانيا من المدارس، لازم تستفاد من العلم اللي جاي تقراه وجاي تفهمه، لازم تستفاد من كل شيء، من مدرسك كمدرس وكأب ينصحك ويعلمك، لازم تستفاد منه من الجهتين ذني. قلت لي اسمك؟ قاسم. قاسم، انت لا تشتغل وقت فراغك يعني غير؟ نعم. قلت اللي ما عندك دوام تجي هنا تشتغل. قد يوميتك؟ 15. الله يعينك ويوفقك، انا افرح من اشوف طالب مجتهد وبنفس الوقت شاب سبع وعراقي بطل، يعني وقت فراغه يجي يشتغل على مود يوفر قوت يومه. انا راح اعطيك هديه بسيطه مقدمه من شاشه الفرات الفضائيه. تفضل حبيبي. وانا وايد اشكرك. كلمه اخيره تحب توجهها لكل الناس اللي يشاهدونا؟ اهتموا بانفسكم، اهتموا بالعلم، اهتموا بثقافاتكم، واحيوا عاداتكم. هذني اهم شيء، اذا فقدناهن فقدنا نفسنا وماكو داعي نعيش. سلمك قاسم، شكرا. حبيبي شكرا لك. عيوني. مساء الخير، شلونك اليوم؟ مساء النور. اليوم هلا بيك حبيبي. صحتك شلونها؟ بدول عيونك سالم، الله يسلمك. الله يعزك ويحفظك. احنا برنامج على الماشي من شاشه الفرات الفضائيه. محور حلقه اليوم نحكي فيه عن الاهتمام الزايد بالاكسسوار بالحياه، الاكسسوار بصوره عامه. يعني مو اقصد بالاكسسوار الساعه والسوارات، لا، اقصد باكسسوارات الحياه العامه. مثلا الاهتمام الزايد بنوع السيارات الفخمه، الاهتمام الزايد بنوع البيوت الفخمه، الاهتمام الزايد حتى بالملابس والمظهر. مو بدينا احس هذا الموضوع بدا ياخذ هواي من مساحتنا، وبدا يسلخنا عن هويتنا وناسنا وثقافتنا وطبيعتنا واطلاعنا وحتى على تفهمنا بالمجتمع. فشلون تشوفي الموضوع اليوم؟ هو بالنسبه للمظاهر، هي المظاهر مطلوبه، مطلوب المظهر اللائق، المظهر الحلو. انت هم تريد تمتع نفسك بفد شيء؟ ما بيها شيء، بس اذا كل شيء يطلع عن حده،
ينقلب ضده. اولا انت اذا انسان مثقف وتشوف اليمك يعني ابعاز هاي الاشياء وانت تهتم بفخامه بهاي الاشياء وتبالغ بيها راح تجرح حتى المقابلك، مو صحيح؟ فانت بهاي الحاله اولا لا الاسلام يرضى ولا ثقافتك ترضى ولا انسانيتك ترضى ان تجرح الانسان المقابلك او المسلم يمك او حتى مو مسلم، فهاي الاشياء تاذي ما تنفع، هم ما تنفعك بحياتك وما تنفعك باخرتك، فهي هاي الاشياء يوم يعني ما اشوفها ضروريه. يعني الانسان اذا اراد يبني مستقبله او يبني حياته او يبني شخصيته ترى مو بالماده يا ابني ولا بالمظاهر ولا بالمحل ولا بالسياره الفخمه، صدقني راحه البال اهم شيء، تحط راسك على المخده وانت مرتاح راضي اخوك وراضي اختك وراضي جيرانك وراضي ابنك، ايش قد حلوه انت ترتاح، انت نفسيتك ترتاح، صحتك يرجع المردود، يرجع صحتك. هو الاسلام يقول لك الاسلام نظيف ويحب النظافه، مو صحيح؟ فالنظافه مطلوبه والمظهر مطلوب. يعني انا هسه تشوفني لابسه عبايتي ونظيفه وهذا يعني ما مبهذله، هو ترى انت هم نظرك هم يحتب عليك ان تشوف لك انسان نظيف ومكان نظيف ومحل نظيف، بس مو بمبالغ. انا عندي سبعه بالكليات متابعتهم يعني وياهم، والله العظيم هم بنات وولد يعني مو سبب، شوف من العصر يكو ويعدل ويرتب ومخبوص، والملزمه يلزمها اخر ربع ساعه من يريد يطلع يشوفها شنو، ومرات بيهم يلزم الملزمه اصلا يروح هيك بدون ما يقرا الملزمه، هذا المهتم بنفسه يشوف الملزمه. كليه قبل انا اتذكر اخوي بالسبعينات بالكليه والله العظيم يعني العشيره تهابه، يعني عنده اراده وعنده شخصيه، واذا اكو موضوع بالعشيره يجون ياخذون رايه، يعني ياخذون رايه والله العظيم، واخافا حتى بالكليه والله العظيم اقول ان يا ريت يهتمون بدراستهم، يهتمون بثقافتهم، يشوفون ثقافتنا الحلوه، حلوه ثقافتنا ترى بها اشياء، هي هم متعائلهم هم يتمتعون بها ويشوفونها حلوه ترى. اذا انا هواي اشكرك وفرحان بتواجدك ببرنامجنا على الماشي عبر شاشه الفرات، الله يسلمك، وهذه هديه بسيطه مقدمه من شاشه الفرات الفضائيه، واريد منك كلمه اخيره، هات راح اقوم اخليها عندك، اريد حبيب قلبي اريد كلمه اخيره توجهها لكل الناس اللي يشاهدون. والله كلمتي الاخيره ان شاء الله يعم السلام والامان والفرحه تدوم على شبابنا، احنا الناس بعد رحنا بس الفرحه ان شاء الله تدوم على هاي الوليد الحلوه والبنات ان شاء الله، ويدوم السلام ان شاء الله حبيبي. الله يوفقك. شكرا جزيلا. اكيد بعدنا مستمرين وياكم برنامجنا على الماشي اللي يجيكم عبر شاشه الفرات الفضائيه. موضوع اليوم انا حسيته موضوع ثقيل ومهم، لربما يعني البعض يتقبله ولربما البعض الاخر ما يتقبله، بس يعني هاي حقيقه ولازم نباوع على انفسنا، وانا واحد منكم يعني حالي حالكم هم شاب، هم لازم يعني اهتم بثقافتي، اهتم بعائلتي، اهتم باصدقائي، اهتم بالمجتمع، افكر شلون لازم افيد بلدي قبل لا اهتم بازيائي وبمظهري. الله يحفظ العراق والعراقيين يا ربي، وتعالوا على بود نكمل مشوار حلقه اليوم. احنا مو ضد الاهتمام بالمظهر، لا بالعكس، يعني احنا نكيف من نشوف العالم تلبس وطالعه حلوين، بس بنفس الوقت اكو يعني صار اهتمام مبالغ بالمظهر، وبدينا نفقد قيمنا، وبدينا نفقد هويتنا، وبدينا نفقد حتى ثقافتنا. يعني انت تهتم بمظهرك بس باوع على روحك، شوف اهلك ايش يحتاجون، شوف نفسك ايش تحتاج على مود تفيد المجتمع. يعني لا نخلي تركيزنا بس بالموضه وبالازياء وبالملابس واحنا ما عارفين ايش نريد. شلونك؟ هلا قلبي. شلون صحتك؟ يخليك الحمد لله. اسم بالخير. همام. هلا بهمام، وين بيتكم؟ والله انت كبير عالميه. تشتغل هنا بشارع؟ اي. الله يوفقك. شنو شغلك؟ دليفري والله. دليفري؟ اي. الله يعينك على هالحار والشمس. اي والله ربي يحفظك. من يتاخر الطلب يمكن العالم. اي.
يقولوا لك يا ابو وين صرت وكل ساعه اعيدك عليك وانت تسوق الدراجه. اي تروح براسه بعدين، احنا نحصل رساله من الجهتين. مع ذلك الله يوفقكم ان شاء الله ويرزقكم يا ربي. همام، احنا برنامج على الماشي من شاشه الفرات. على سالم راشد، محور حلقة اليوم نحكي بيه عن الاهتمام المبالغ بالمظهر وبالازياء. يعني العالم بدأت تكشخ وتلبس، بس بدأوا يفقدون هويتهم وثقافتهم. يعني بدأوا ينسون حتى اهتماماتهم بالحياة. صار عندنا كل شيء ازياء، كل شيء اكسسوار مو حقيقي. شلون تشوف الموضوع؟ اي صحيح، حاليا بهذا يعني وضعنا او زمننا، اغلبية العالم تهتم بمظهره اكثر من اخلاقه، اكثر من تصرفه، اكثر من شخصيته. يعني اغلبيه العالم حاليا شافوا مثلا على السوشيال ميديا او غيرها، مثلا هذا اللي بسلان شيء يقلده، هو افضل شيء منافس شخصيته او ضد شخصيته، بسوي بس في سبيل انه يقلده، انه يشوف شو بسوي نهايه مو حلو وضد شخصيته يعني طبيعيا. فهالشيء ضد معتقداته صراحه. يعني المفروض كل واحد يمشي ورا شخصيته ورا ذوقه الشخصي، هو ما يمشي ورا ذوق غيره باللبس او بالتصرف وبكل شيء. همانه ايه فلو يفضل انه كل واحد يمشي وراء عاداته وتقاليده وشخصيته يكون افضل، احسن ما يمشي وراء راي غيره وذوق غيره الشخصي. اي يعني همام، انت برايك الشخصي شنو ممكن المقومات او العوامل اللي تساعدنا على انه نهتم بانفسنا بمجتمعنا، نقدم شيء لبلدنا اكثر من الاهتمام بالملابس المبالغ بيها؟ يعني والله انا افضل انه شو اسمه، انه صاحبين الحرف المهنية مثل قصاص أخت الملابس أو فتشيتشي، يعني كعراقيين يبدون بمشاريع عراقية جديدة عم تتس بهذا البلد، عم يصير عندنا احنا نهتم بذوقنا الشخصي أحسن ما نبدي بالسيارات من غير شيء وفتشي كله ضد منافس ذوقنا وتقاليدنا بس اللي بسوه رغم هذا كل شيء. فالأفضل إنه كل واحد يهتم، يعني شلون أقول لك، تبدي عندنا تصنع مصانع، نتطور فاش ناحية اللبس وكل شيء، ها، ونبدي عشان نسترد من انفسنا لانفسنا ونشترك في هالشيء ان شاء الله. اني ما اريد اخذ هاي من وقتك، اريد الله يوفقك ان شاء الله. وكلمه اخيره تحب توجهها لكل الناس اللي يشاهدوننا، شو تقول لهم؟ والله اتمنى العالم كلها دائما تلتزم بالاخوه والاجتماع بيناتهم والمحبه بيناتهم ان شاء الله، وما حد يفرق بين الثاني، لا يفرق بين اخوه، والمحبه تجمعنا ان شاء الله وتحمي هذا البلد. ما مش قد يوم ويتك. انا 20,000. الله يوفقك ويرزقك. انا راح اعطيك هديه مقدمه من شاشه الفرات الفضائيه. وان شاء الله يا ربي تكون يعني تسد يومك. شكرا جزيلا. انا اشكرك، رحم الله والديك، ربي يحفظك، ممنون، ربي يخليكم. شباب ارجع واقول لكم، يعني احنا مو ضد العالم اللي تلبس او تكشخ، يعني هسه شوف هنا نبدل اوكي طبيعي، بس اقصد احنا يعني بدينا نبالغ بلبسنا، بدينا نبالغ بازيائنا، بدينا نبالغ حتى باكسسوارات حياتنا اللي هي السيارات الفخمة والبيوت اللي تكون فخمة والملابس اللي تكون والساعة اللي تكون ماركة والعطر اللي يكون ماركة، وبدينا نسلخ عن هويتنا، بدينا نفقد عاداتنا، تقاليدنا، مبادئنا احنا يعني كناس عايشين على هاي الأرض. يعني ماكو غير دعواتي انه الله يوفقنا ويحفظ العراق ويحفظ شبابنا ويخليهم هم مصدر القوة الحقيقية لهذا البلد، على مود ننهض بمجتمع مثقف واعي حقيقي قادر على ان يعني يغير من واقع العراق. تعالوا على نمود نكمل مشوار حلقه اليوم من برنامج على الماشي. شلونك؟ تمام، انت شلونك؟ زينه؟ بخير الحمد لله. اهلا وسهلا بك، احنا برنامج على الماشي من شاشه الفرات. بالفتره الاخيره يعني صارت يعني صار الاهتمام بالمظهر اشبه بالحمى اللي اجتاحت العالم، يعني صار الاهتمام بالمظهر زايد عن حده. شلون تشوفي الموضوع؟ هي اشياء دخيله على المجتمع، بحيث انه المجتمع صار كله يفكر بس بالمظاهر الخارجيه، بالشكل، باللبس، بالمظهر. يعني تلقى الشاب أكثر ما يفكر بدراسة، يفكر يثقف نفسه، يهمه الشكل، المظهر الخارجي، وحتى القياس صار بالمجتمع على أساس الشكل. يعني صارت الحاجة الأساسية كأنه بس الملابس وبس الموضة. زين هسه هذه فقرة المحور عبرناها، هسه عندي سؤال، تجاوبين تاخذين هدية، ما تجاوبين أقول لك باي باي وشكرا على المشاركة، تمام؟ تمام. السؤال يقول، من هو العالم الذي اخترع المصباح الكهربائي؟
العالم اديسون. منو؟ اديسون. عفي عليك، اجابه صحيحه وشكرا للمشاركه، وهذه هديه بسيطه مقدمه من شاشه الفرات الفضائيه. شكرا جزيلا. كلمه اخيره توجهها لكل الشباب اللي يشاهدوني. والله اتمنى الشاب العراقي يلتفت لنفسه ويثقف نفسه يكمل دراسته، هي دراسه لها الاولويه، والمظاهر مو مهمه بقدر ما مهم الجوهر الحقيقي. شكرا جزيلا. السلام عليكم، شلونك اليوم؟ اهلا وسهلا، هلا ومرحبا. احنا برنامج على الماشي من شاشه الفرات الفضائيه. محور حلقه اليوم نحكي فيه عن الاهتمام بالمظهر، يعني الاهتمام الزايد والمفرط. شلون تشوفين الموضوع؟ والله اليوم الناس يعني مطلوب المظهر والشكل، بس المفروض واحد ما ينسى عاداته وتقاليده وتربيته. مفروض مطلوب هذا، بس ما ينسى اصلا، يعني ما ينسى عاداتنا وتقاليدنا. تحسين اليوم الموضة والمظهر بدأت تاخذ مجال واسع من حياتنا؟ صارت فتشي مهم يعني؟ هسه حاليا فتشي مهم صارت. صحيح، اغلب الشباب الشابات ما يهتمون يعني بكل شيء، يهتم يركز على المظهر فقط. ايش لابس، شو مسوي، كذا وكذا، تسريح، الشكل، المكياج، الشاب والشابة. ايه، ينسى يعني الاصل ويركز بس على المظهر. اي، وللاسف هاي مو ظاهره، مو مع احترامي لل. شنو نصيحتك انت بعد هذا العمر الكبير، العمر اللي مليان يعني خلينا نقول دروس وعبر حياه، شنو الرساله اللي توجهيها لكل الشباب اللي يشاهدونا اليوم؟ يركز على دراسته، على ثقافته، على بلده، على هذا الوضع اللي احنا نمر به هسه حاليا. هاي اهم نقطه، اهم فقره يعني. إيه، خصوصا تحياتي لشبابنا، بناتنا، اولادنا. إيه، هم مستقبلنا، هم حاضرنا. يعني ركز على دراسته، ركز على بلده، على هاي الامور اللي تصير. انا وايد اشكرك يوم، واسف على الازعاج اخذت من وقتك. هذه هديه بسيطه مقدمه من شاشه الفرات الفضائيه، وشكرا جزيلا. ممنون، شكرا لك. شكرا جزيلا، تحياتي لكم، تحياتي للفرات. شكرا جزيلا. شلونك؟ زين. شلون الصح؟ الحمد لله. اسمك؟ ايمن. هلا بايمن، ايش قد عمرك؟ انا 12 سنة. هلا ايمن، صار لك جد تشتغل بهذا المكان؟ صار لي 4 ايام، جديد. جديد يعني؟ اي. الله يوفقك ان شاء الله ويرزقك. ايمن، اهم شيء انت معاي في الدراسة؟ لا معاي في. يعني تدرس وتشتغل؟ اي ادرس واشتغل. بس انت لاهلك لو عندك اخوان؟ لا بس انا. بس انت؟ اي بس انا. وبتشتغل؟ اي. الله يوفقك حبيبي، بس اهم شيء انتبه الدراسة، يعني دراستك اهم من شغلك. ايوه ادرس وانا اشتغل، بل ادرس بالعطله اشتغل. شاطر انت بالمدرسه؟ اي شاطر. الله يوفقك ان شاء الله يا ربي، ونشوف فد واحد مهم بالمجتمع. ايمن، احنا موضوع حلقه اليوم نحكي فيه عن الاهتمام الزايد بالملابس والمظهر. شلون تشوف الموضوع؟ والله اشوف الموضوع مو زين. شلون؟ الواحد يكشخ وكل شيء يسوي مظهر روحه، لازم عاد يشتغل ويطلع ويرتب حاله، مو بس يكشخ وكل شيء ما عنده. دول حلقك حبيبي. انا اريد من الله انه يوفقك ويرزقك ويكفيك شر بنادم، وارجع واقول لك انتبه لدراستك. صح انت تشتغل على متوفر قوت يومك وتجيب فد مصرف لعائلتك، احييك لانه انت بطل، بس بنفس الوقت دراستك اهم من كل شيء. توعدني انه ما راح تعوف مدرستك وراح تكمل دراستك؟ اي اوعدك. والله؟ والله. الله يوفقك ان شاء الله يا رب. ايمن، شو تحب تقول للناس اللي يشاهدوني؟ الله يوفقكم. ويوفقك حبيبي. والله واجهك. زين، انا على مود خلي العالم تجينا يمك دائما، انت وين تشتغل؟ بيا مطعم؟ يم فالحه بالعنبه. وين؟ يم فالحه بالعنبه. يلا ان شاء الله، الله يوفقك يا ربي ويرزقك. اصدقاء عندك؟
لا. ولا صديق؟ لا صديق. ليش؟ بس أنا لا أشتغل. لا يعني عندك أصدقاء بالمنطقة؟ لا ما مصادف. ليش؟ كل ما أطلع أتعارك وطب. ليش تتعارك؟ هم يتعاركون ما أكتفهم. لا إحنا أكيد ضد المشاكل ضد العرق. سولف لي على أصدقائك، أصدقائك المقربين يعني. موجودين هناك أطلع يقوم شوي ألعب وطب. تلعب هواي شوي وطب. كم صديق عندك؟ اثنين. أصدقائك دول المقربين؟ إيه. شنو اسمهم؟ حسين ومحمد. يلا الله يخليهم لك إن شاء الله تبقون أصدقاء. أنا ما أرد أخذ من وقتك على مود ترجع تشتغل. هذه هدية بسيطة مقدمة من شاشة الفرات الفضائية. واني هواي أشكرك. والله ما محتاج شيء بعد. والله الله يوفقك إن شاء الله حبيبي، وأشوفك أحسن واحد بالمجتمع، وأرجع وأقول لك للمرة الثالثة انتبه دراستك، وأريد أجي ألقاك صاير في شيء. تمام؟ تدلل. هسي أهلك ديبعون عليك أكيد. فأنا أريد من يمك كلمة طالعة من كل قلبك تقولها لماما وبابا، شو تقول لهم؟ أحبكم هواية. بس؟ بس. وهم هم يحبوك ويفتخرون بك حبيبي. شكرا جزيلا. والله واجيك. يلا باي باي. الله واجيك. وصلت ياكم الختام حلقة اليوم من برنامجكم على الماشي. شكرا لكل الناس اللي شاركوني محور هاي الحلقة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، أنا مصطفى داخل، في أمان الله.